من كاس الكونفدرالية الافريقية. ترجع الكرة من جديد غيثم الصغير، غيثم الصغير باية تمرير لحمدي العبيدي، حمدي العبيدي حاضر من جديد الى غيثم الصغير، الصغير تنزيدو الهدف الاول. بسام اسرار فيه، بسام اسرار فيه يفتتح باب التسجيل في الدقيقة 14. عملية ممتازة جدا للنادي الافريقي وهجمة سريعة تمكن من تسجيل النادي الافريقي وفرحة جماهير النادي الافريقي بهذا الهدف. قلت يلزم الاهداف منذ ربع ساعة الاولى وجات الاهداف، هاي الكرة وهي الاعادة والتحذير ممتاز، اسيست غيث صغير وامام شباك فارغ. ضربة ركنية لي وسام يحيى، وسام توفيق شريف الى الكرة الثانية، فين الثانية الهدف الثاني. جول كينكي سايدو يضيف الهدف الثاني. النيجيري بعد كورة أولى ثانية ثالثة ينجح في زيارة شباك الحارس السنغالي بابين داي سايدو. غيث الصغير كالعادة البحث على إيدو، هذه كورة الحمدي العبيد، يلا حمدي يلا حمدي يلا حمدي، ثالث الثالث الثالث الثالث، جول حمدي العبيدي بمجهود خرافي ينجح في تسجيل الثالث. الافريقي بهذه النتيجة متأهل، فرحة كبيرة في المدرجات، فرحة كبيرة الجمهور النادي الافريقي، الامتياز لحمدي العبيدي، مشى زاد في السرعة راوغ وسدد في مرمى نداي الهدف الثالث للنادي الافريقي.